تعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انطلق صباح اليوم هيئة عزيز القيام من منطقة الصفاء أهل الغباء والخبوت مسيرا نحو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تلبية لإقامة شعائر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتعزيزا لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى قول الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام إنه من علامات المؤمن زيارة الأربعين. وهذا اليوم إن شاء الله كانت المسيرة الحسينية من قضاء الفهود إلى محافظة الناصرية، وإن شاء الله ستنطلق يوم غد من محافظة الناصرية إلى قضاء البطحة أو قضاء الدراجي بأمر الله تعالى. هذه الانطلاقية تعبر عن حزنها الشديد وألمها العميق لمصاب سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتعزية ومواساة للحوراء زينب عليها أفضل الصلاة والسلام لمسيرها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ورجوعها من الشام إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لدفن الرؤوس مع الأجساد الطواهر في كربلاء في يوم 20 من شهر صفر المحرم. أعزكم الله وأدامكم الله وجعلكم إن شاء الله من أنصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عظم الله أجورنا وأجوركم.